عزرا بسم الله الرحمن الرحيم. سلام سلام عليكم. بسم الله الحمد لله صلاة ما مستغرق وزماني الحمد لله. هذا أخ أوزباكستاني، إحنا بالعاصمة أستاذ ما مستغرق تاشكن، هذا إحنا بالعاصمة تاشكن. هذا من الطفولة يقول ما أسمع، شوف يقول هذا يقول من الطفولة ما أسمع. الآن اليوم 2/4/2021، إحنا الآن في عاصمة أوزباكستان نعالج هذا الأخ، لا يسمع ولا يتكلم، الآن يسمع ويتكلم بإذن الله. بإذن الله. بس أجل لرب العالمين إن شاء الله. هذا مشاكل، هذا وصل معك. الآن بإذن الله يطيب. لا سجل لكم أستاذ بكل جنة. قبلة وهامية. قبلة يا خربتو. الآن أجل رب العالمين، رب العالمين يقول كلا كلا لا تطيح واجد واقترب. الله أكبر. أستاذك إذا أنت تقول أوزباكستاني هذا ما يسمع. الآن يسمع بإذن الله. يعيش بأوزباكستان، أوزباكستان يتكلم. قول على ليش نياتو ذكر عزنا سيموسا. جيت أنا بأخوي قلت لي جملة. أنا أقرأ ما قلت له. أو سمع عندنا ده بتوزر جملة. أو جيش نهار إجناء. بنت أسوأ شيء. أو جيش نهار إجناء. أو سمع أي توزر جملة. أنا أقرأ قوية. سهل جاي تيكا الآن بإذن الله بعدة القرآن يطيب، وأنا أحب شعب أوزباكستاني، ناس طيبين وشريفين، رئيسهم شعب كلهم شريفين طيبين، بصراحة ناس طيبين. أريد أفتح مستشفى هذه حتى نخدمهم في سبيل الله، ما أريد أي شيء والله. شو رأيك لو طلبوا يقعدوا يقولون كنا أوزباكستان لا نطوشين؟ لأن ناس محترمين شريفين. أنا جاي على زيارة ولكن ناس كثيرين جايين في سبيل الله. والآن أجل رب العالمين، رب العالمين يقول إذا تريد تقرب إليه قبل دعاء أجد إليه حتى تصير عبد لله. كل عزيزنا سيبسط سجدة واحد سجدة هكذا. الله أكبر. سبحان رب العلا والحمد، سبحان رب العلا والحمد، سبحان رب العلا، سبح قدوس رب الملائكة والروح، سند وجه الذي خلقه وشق سمع وصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. وهذا هو سجدة لله. اليوم 2/4/2020 احنا في أوزباكستان في العاصمة نعالج هذا الأخ بإذن الله. يقول أبد ما أسمع، شفت والله أول مرة أشوفه، ما شايف هذا أول مرة أشوفه. الآن بإذن الله يطيب إن شاء الله. إذا زيادة تشبه الأوزباكي أوزر ناسي بسا أوز قلاق بلان يشتاد أوز تلبلان قبل شادة. بسم الله الرحمن، هذا الدمار ما يطيع عازل الإنسان. أوزر معنا شو الدمار الله ريال. بسم الله. شوف أشوف طقت، وهذا هم شوف سمعته. والثاني تعال تجر لسانه هكذا، لازم طيب. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو علاج، لازم اذا تجر لسانه هذا دمار ينفتح، واذا تجر اذنه هكذا لازم يطق، هذا هم دمار يقطع، الدم يتحرك. حاضر. شو قلنا لنا التركان سبب قلنا اي ناس دمار لاوتشسن، لان هم مو حكيم. عفوا لان مو حكيم. هما يقول انا والد دكتور علي رقيق على القران ما يطيب. ليش؟ صح لازم رقيه، ولكن لازم خبره. احنا عندنا علم ولكن ما عندنا خبره، الخبره اهم شيء، لان هذا الدمار في الدماغ ما يطيع هذا الاذن حتى يسمع حتى يتكلم. الله اكبر. حاضر. اگر شنو خسرت دوره تمام الله بيان باش نسيم وقيد الضوء لايده، فقط علم بلش كيرك اوكسن. كل المسلمين 90% يعرفون يقرأون القرآن، 90%، بس ماكو واحد مثلي. أنا ما أشوف شافي الله، بس لازم عندك علم خبرة. ما هيش بنماز ما خدا أماسة 190 مسلمان لنا القرآن وكده. الآن بس علمه بروش كده. الآن والله أول مرة شفته، الآن يقول أسمع وأتكلم. من جمرة تذكري أبناء الناس بس أستيلوس بنا قبل شاس أسكولا بس بنا إيش تاس. بسم الله. وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحمد لله. هذا زكاة ما يبزاني خلق بينكم خلق بخزانك
الرجل ما حدش يسعي هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يطق لازم يطق على فتح الدماغ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يقول اسمع اللهم صل على محمد. اسمع الله أكبر. اسمع الله اكبر. اسمع يلا قل قل استاذ عدد جيب استاذ جاد قل الله جيب انت يا استاذ حمد اظن قصيش يا اخي عزل مانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله الله أكبر الله أكبر. إذا واحد أخرس أبد ما يسمع وراء من وراء والله ما يسمع أبد ما يسمع. ولدنا نقول شكرك قدام خراك لأن هذا يكسر على الشفتين يتكلم. شوف الله الله شوف يسأل بالشفتين يحكي ولكن هذا مو يعني كل الناس إذا أخرس بالشفتين يتكلم ولكن استاذ اذا ورا جريمه موزر ارقدا ايش تزين خين تشكي كل ما ارقاس عندك ارقاس نيش شكره ارقاس نيش ولكن اذا سمع من ورا يعني هو طالع ارقدا ايش تمسى شوف الله 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 اكبر الله اللهم صل على محمد وعلي لا اله الا الله لا 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 محمد رسول الله قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وهذا هو معجزة القرآن. يا ناس ارجعوا إلى التوحيد وعلى منهاج النبوة في سبيل الله. مالي منه فلوس إذا يريد إحنا نعطي فلوس. الحمد لله رب العالمين. كيرك ماس كيرك بس ماس سجى كل بيرة ماس سوي شن كيرك ماس أوزبكستان قال. يا أيها الناس ارجعوا إلى الله والله القرآن شفاء ولكن القرآن شفاء بشرط لازم عندك خبرة في العلاج. وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا مرة آخر مرة. اسمع الله أكبر قل الله الله واحد واحد بر الله 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 أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خلاص.